ازاي هقدر ابني حجم عضلي في الكيتو دايت وانا باخد 20% من البروتين؟ السلام عليكم، معكم عمرو شعراوي. اول حاجه الخطا دوت عند الناس اللي هو فاكر اللي هو بياخد بس 20% بروتين. لا، انت ممكن ترفع النسبه ل 25% بروتين، بس هنا انت مش بتاخد 25 جرام بروتين، انت بتاخد 25% من سعراتك بروتين. يعني هنفرض ان شخص نزل ل 75 كيلو بياخد 2000 كالوري، هو عاوز يبدا يعمل مثلا حجم عضلي، مع ان 2000 كالوري ديت قليله عليه. طيب هيضرب 75 في 1.6 يديله 125 جرام بروتين. طيب لو احنا حسبنا 25% من 2000 كالوري هيدونا كام؟ هيدونا 500 سعره. طيب بالتالي 500 سعره لو قسمناهم على الاربعه، عشان كل جرام بروتين فيه 4 سعره، هيديك كام؟ 125 جرام بروتين، وهو اصلا المفروض ياخد كام؟ 120، يعني هي زياده كمان 5 جرام. طيب انا عاوز اضرب وزني في 2، انا عاوز اعمل اكبر حجم عضلي ممكن. طيب ضربت وزني في 2 75، اداني 150 جرام بروتين. هبدا ارفع السعرات بتاعتي بحيث نسبه 25% بروتين تساوي 150 جرام بروتين. طيب 150 جرام بروتين دول فيهم كام سعره؟ 600. هبدا اشوف 25 وهم 600 سعره هيديني كام؟ هيديني 2400 سعره. يبقى انا لو اخدت 2400 سعره هاخد منهم 150 جرام بروتين و185 دهون و20 ل 25 جرام كربوهيدرات. فبالتالي هنا انت اهو رفعت بروتينك وتقدر تعمل حجم عضلي. فالموضوع مش 25 جرام، 25% من سعراتك. في برضه دراسه تحت هتلاقيها في الديسكربشن بوكس، مجموعتين قارنوا ناس ماشيين كيتوجينيك دايت بعد 12 اسبوع. ايه اللي حصل؟ الناس والله اللي ماشيين كيتوجينيك دايت خسوا دهون وزادوا عضلات. ده كده اول دراسه. طيب الناس دي ناس كانت وزنها زياده، واكيد انت في الاول لما بتخس بتقدر تبني معاها حجم عضلي. طيب الناس المحترفين، ناس محترفين بقى لهم اكتر من 3 سنين بيلعبوا رياضه، مشوا على نظام كيتوجينيك دايت، ايه اللي حصل؟ خسوا نسبه دهون من 7.5% الى 5% دهون، زادوا 900 رطل عضلات، يعني 300 جرام عضلات. فبالتالي هنا قدروا برضو يكتسبوا حجم عضلي. فانت في الكيتوجينيك دايت تعرف تكتسب الحجم العضلي عادي خالص، خد 20 ل 25% من البروتين، بس بتاخد 25% بدل 20% لو انت بتلعب حديد من سعراتك تبقى بروتين. وفي نفس الوقت انت زي ما انا قلت 2000 كالوري انت بتاخد 125 جرام بروتين، ومش كميه قليله، كميه متوسطه. طيب عاوز تعلي الكميه هترفع سعراتك ل 2400، وفي نفس الوقت 2400 لو انت بتلعب حديد هتبقى برضه هتقدر تديك زي مساحه صغيره انك تبدا تخس، بس حاجه بسيطه. فبالتالي هنا انا عاوز الناس ما تقلقش، تقدر تبني حجم عضلي في الكيتو دايت. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، لو انت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب. لو عايزين تسالوا في اي حاجه اسال تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. السلام عليكم. The people that are running at their dreams know that it's possible that you can live your dream. That it's necessary that you're relentless, that you have a plan of action, that you are creative. The people that are living their dream are finding winners to attach themselves to. The people that are living their dreams are the people that know that it's, if it's going to happen, it's up to them. And they're resolving within themselves, it's not over until I win. This is what it takes. You want to know the trick, the magic pill, the magic formula. It ain't one. Go!